لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. العلاقة علاقة قوية جدا ما بين الفن والرياضة. الفنان محمد فؤاد نجوميتي الكبيرة ما يفكرش يعمل أغنية للمنتخب الوطني تعمل له الفترة اللي جاية؟ دعم للمنتخب؟ يعني أنا كنت بدعم المنتخب لدرجة يعني لدرجة إن إحنا مشينا روحنا مع وراء السودان واتبهدلنا. إنما وغير كده قبل ده سيبك من إن إحنا نروح وراء ماتشات، الدعم اللي أنت وهم في المعسكر كان على طول يوميا بروح لهم المعسكر، يعني في أي في كل البطولات كنت بروح المعسكر أيام الجوهري وأيام كابتن جوهري يعني الله يرحمه وأيام كابتن حسن شحاتة، كنا على طول داعمين ليهم، بنروح لهم وكلهم إخواتنا ونشد أزرهم وبنقف معاهم، ويبقى الماتش تاني يوم بنروح لازم نبقى بايتين يعني بنسيبهم على النوم يعني نسيبهم هيناموا ويصحوا على الماتش. أمنياتك للمنتخب المصري بقى؟ ربنا يوفقه، الأيام صعبة وزي ما أنت شايف كورونا وربنا معاهم، يعني هم بيحفروا في صخر وربنا معاهم مش أكتر من كده. حاليا بقى بتشجع نادي معين؟ خالص 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 خالص، بطلت أشجع أي نادي في مصر. عالميا؟ عالميا برشلونة. عشان لو دعكوا في بعض مالناش دعوة، إنما هنا بتشجع بتقول كلمة تتحاسب عليها. أي حد بيسخن حد على حد بتقلب بمصايب، وانا مش عايز ربنا يحاسبني على حاجه زي دي. الافضل بالنسبه لك ميسي ولا رونالدو؟ ميسي. ميسي، ولو بطل ميسي الكوره انا هبطل اتفرج على كوره من الاخر. بس بحبه ده، مش بحبه ده مفيش كلام يعني، ده احنا يعني بنحمد ربنا ان عشنا في الايام اللي فيها ميسي. اول ما هبطل ميسي خلاص الكوره انتهت. حبك لبرشلونه جاي من ميسي؟ ربنا يبعت بقى حد احسن من ميسي عشان نحب الكوره تانية. لما بيجي محمد صلاح قدام ميسي والله العظيم بشجع محمد صلاح. كلنا على محمد. بقول لميسي انت واخد يعني ربنا فاتح عليك جامد، انما ده ابننا ده لازم يركب، ده لازم يركب ويبقى علامه في تاريخ الكوره يعني. فغصب عني لازم بنسى ميسي فجاه، بحس ان ميسي ده يعني بيلعب في درجه ثالثه لغايه ما محمد صلاح بس يعدي الماتش وبعد كده برجع لميسي تاني.